وبابا تم اعتقاله، كان بنفسهم اعتقال عمي. بابا طلع من المعتقل بس عمي لحد اليوم ما في اي شيء عنه وما في معلومات عنه. تم اعتقاله بالوقت اللي كان انور رسلان مسؤول فيه عن فرع التحقيق يعني عن قسم التحقيق بفرع الخطيه بال251. وانور رسلان كان بيعرف باعتقال عمي لانه مستحيل يصير شيء بالفرع بدون ما يعرف انور رسلان، لانه ببساطه هو المسؤول، هو رئيس فرع التحقيق. وتم تعذيب عمي، وأنور رسلان هو المسؤول، وأنور رسلان بيعرف تماماً وين عمي حيان، وبيعرف شو صار مع عمي حيان بس ما عمي كلمة. أنور رسلان أخفى عمي حيان قسرياً وعم يخفيه لليوم، إحنا ما بنعرف أي شيء عنه. والإخفاء القسري هو تعذيب منظم من قبل عصابة بشار الأسد لتعذب العوائل كمان، لحتى تسكتنا وتخوفنا وتعذبنا نفسياً. إحنا صرنا بهذا الكابوس من 2012. أنا بآمن بالعدالة، مع أنه الحكم ما رح يكون عدالة كافية لكل السوريين، هو جزء بسيط كتير، بس أنا بوثق بالعدالة الألمانية وبالقانون الألماني أنه يكون سجن مدى الحياة. ما لازم يشم الهواء، ما لازم يطلع طول ما في معتقلين. العدالة أنه ما يضل معتقلين وما يضل في اعتقال تعسفي، والعدالة أنه ما يضل في معتقلين. وهي حالي، نحن حالي من كتير عانى، في مئات آلاف العائلات اللي لحد الآن كمان ما بيعرفوا شيء عن ولادي. عمي حيان ما كان بس عم، يعني هو أصغر عمامي، هو رفيقي، هو صديقي، أنا كنت متوقع أكبر معه، بس أنا هلأ كبرت وأنا حامل صورته. لما تم اعتقالي كان عمري أنا 13 سنة، هلأ أنا عمري 22 سنة. بدل ما أكون طالعة معه، أنا هلأ ماسكة صورته عم قول وين الرجل.